تقوم سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي في هذا العام عام 2012 ببعض الفعاليات للاحتفال بمرور 200 عام على إعادة اكتشاف البتراء، ومن هذه الفعاليات سنرى لاحقا مؤتمر الشباب العرب الدولي 32 الذي سيحظى برعاية ملكية من قبل جلالة الملكة نور. كما نعلم أن جيل الشباب يشكل القسم الأكبر من المجتمعات العربية، وتأثيرهم في تطوير هذه المجتمعات كبير جدا، لذا تم استضافة هذا المؤتمر في البتراء لهذه السنة لحث هذه المجتمعات الفتية للعودة لماضي العرب العريق الذين قاموا بنحت وإدامة تاريخهم في مدينة البتراء التي خلدت وستخلد العرب وعبقريتهم، لتكون هذا التاريخ منارة لمستقبل هذا الجيل الجديد. نلتقي في هذا المؤتمر التظاهرة الشبابية الدولية، فإننا نرى أن الشباب هم عدة المستقبل. تدعم مؤتمر يتبنى مواهب الشباب، وأنا أرى البتراء حاضني أكبر آثار التاريخ. ويعود زمن هل مضى أم جاء عطول أرض الأنبار. بتراء عربية أردني، بتراء المدينة الوردية، بتراء أرض الحرية يا شمس الأكوان. بتراء مهد العروبة هي، بتراء أسطورة تاريخية، بتراء يا صخرة عصي وجه الزمان. Petra, the red rose city, soaring apart. Petra, she's the jewel of Jordan, which is